أكيد تحتاج المساحة، وبالذات أنت الآن بتعامل مع مؤسسة بيانات كثير. إضافة في حاجة ثانية إيش كنت أسألكم عليها، اللي هي كنتم تقولوا لي اللهم صل على رسول الله، لا إله إلا الله نسيتها، اللي هي الضريبة. طيب الضريبة على أي أساس أنتم تعاملت معها؟ على أي أساس؟ ليش أشرتم للضريبة بالموضوع؟ يعني الضريبة لما الشركة نفسها تأخذ بضاعة، يا ضروري إنه النظام يحتسب الضريبة هذه. هذه اكيد، ما هو كذا كذا الضريبة اكيد النظام بينعمل، يعني ما كانش في داعي ان احنا، لانه أيوة. هذه كانت من ضمن النظام المحاسبي اللي كان كذا كذا بيشتغل معه. كمان انتم اشرتم النقطة حماية البيانات بالدولة، ايش دخل حماية البيانات بالدولة وانتم حقكم مؤسسة مستقلة مش مؤسسة لها، يعني لو حتى لو كنا عملت لها جنراليشن، ايش علاقة الدولة بالحماية؟ ما افتهم ليش النقطة هذه، ليش اشرتوا لها؟ العظيم سنة رابع، تسمعوني؟ سنة رابع، صوتي واضح يا سنة رابع؟ نعم نعم يا دكتور، واضح قلت لك ليش قلتوا حماية البيانات، ليش ربطتوها بالدولة؟ طيب خلينا من هذه، ليش ايش كنتم تقصدوا بتذاكر الدخول؟ لما قلتم بحقكم التقرير إصدار تذاكر الدخول، ايش كنتم تقصدوا فيه؟ دكتور تسمعي الآن؟ اسمع بس، انتم تسمعوني ان انا دكتور اوجه لكم سؤال واقول لك، لما قلتم إصدار تذاكر الدخول بالتوثيق حقكم، ايش كنتم تقصدوا بإصدار تذاكر الدخول؟ هاي مجموعة الواضح انه نسمعك احنا كلنا ما عدا المجموعة اللي تناقش. هي هذه وينهم؟ المشكلة انه انا اشتي اصلا شوفوا، واني اسالهم كذا من شان مظلومها مش بس بالدرجات والتقييم. يا ف استاذ هذا المجموعة الثالثة الآن. ما الوقت ادري الآن والله، نحن مجموعة احنا. انا المجموعة عارف الثالثة الآن اختلف، المجموعة الثانية أخذوا الوقت أقل بمجموعتين. ما انا تقولش كذا، عارف احنا المجموعة الآن وبعدين مجموعتكم انتم. الآن المجموعة كمل. الثالثة الآن بالترتيب، المجموعة الثالثة كان طيب انتم المجموعة الثالثة، احنا المجموعة الأولى. ترتيبنا المفروض المجموعة احنا اللي كنا قبل. نتداول طيب بالمجموعة اللي الآن هي السالفة. الوقت كان خلاص يا، المجموعة الثالثة بعد الثانية هكذا. طيب الآن اللي حسب الوقت احنا اللي كنا من كان، الساعة 4، احنا كنا من الساعة 4. الآن المجموعة الثانية هذا من اللي كانوا يناقشوه قد أخذوا الوقت حقهم وأخذوا الوقت حقنا، نحن مطلوبين طيب بس خلاص يكملوا المجموعة تبدأ الثالثة. المجموعة، مثل ما أخذ تبدأ الوقت المجموعة حقهم خلاص والوقت حقهم يبقوا احنا بوقتنا. سنة رابع. على فكرة احنا قبلك يا يا خلاص طلاب، اللي هدوء هدوء انت الآن وارد انا شباب يا سنة رابع، يا هدوء عمر. اسمعوني الآن. اللي كان لا مجموعة لا اللي سامعني. كان أنا، مع إنه ما نشتري المجموعة هذه إن راحت ولا كيف الشغل حقهم اللي اشتغلوا. طيب ما عموما، اللي كان الساعة الرابعة، ها اللي كانوا على الساعة الرابعة الآن يبدأوا، اللي كان يا دكتور مجموعتهم الان من الساعة أربعة يبدأوا. من هو المجموعة؟ احنا الساعة الرابعة. يا طيب دكتور انتم بين اي صفقية مجموعة؟ طلاب اهدأوا استوعب عليك خليكم. حاجة. طيب شو يا ايش دكتورة، الوضع؟ المجموعة احنا المجموعة الرابعة، نحن المجموعة الرابعة الآن بنشارك فيها. خلوا كل قائد فريق يتكلم. طيب دكتور بالضبط اسمعي مني بس بالضبط اشتق. بالضبط. طيب انا اتكلم الان. الان احنا كان مجموعتنا من الساعة 3:30 للساعة 4. يا من اللي دكتورة كان من 3:30؟ احنا اللي كنا من 3:30 للساعة 4، مجموعتنا رقم خلاص 1، يبدأوا المفروض تتدخل اللي كان بالمجموعة هذه. من الساعة 3:30 يبدأوا. طيب على يعني أساس أي شهر دخلوا؟ خلاص الآن أصلا حصل لخبطة بالوقت يا الدكتورة شباب. سمحت لهم واحنا احترمنا قرار الدكتورة خلاص وانتظرنا خلاص ربع ساعة. الآن خلينا نبدأ بالترتيب، اللي هم كانوا من الساعة 3:30 يبدأوا الآن، ولكن يلتزموا بالوقت، المجموعة لأنه على فكرة يا إن شاء الله يا دكتورة. سنة رابع اسمعوني، ما تحسوش كأنني بالقاعة قاعدة صايح، اسمعوني كمان انت، انك مت... انه انا انا اعمل اقيمك بالدرجات على معايير، انه كمان حتى اللي مثلا ياخذ وقت اكبر من وقته، هذه كمان معنى اعمل انه هذه في عيب اثناء النقاش. فيا ريت المجموعه تحاول تضبط وضعها على الوقت، على اساس المجموعه الثانيه ما تاخرش.
الآن حاليا اللي كانت من الساعة 3:30 تبدأ من الآن تحاول تضبط نفسها على ربع ساعة بس العرض. طيب ابدأوا طيب ها. تمام، بشارك الملف الآن. طيب شاركوا الملف. يا أستاذ المجموعة اللي قطع الآن تواجد. طيب خلص الآن لأنه ما بقدرش أكمل معاهم الوقت مشي. طيب خلوني الآن المجموعة اللي بعدها بعد الساعة اللي حق 3:30 بعدهم يقول اللي كان على الساعة 4 بيبدأوا. يعني خلي المجموعة هذه اللي كانت 3:30 معاهم ربع ساعة بس الشرح بعدين تبدأ المجموعة الثانية اللي كانت من الساعة 4. طيب الآن الملف عندك ولا لا؟ ايه واضح معي الآن بس من يتكلم؟ تمام أنا عمر. هيا عمر تفضل. أول شي عمر مين؟ تمام خليني عمر عبد العزيز ها؟ لا طيب عمر يا عبد عمر العزيز. ها؟ مش العالم بس ما هو واضح بالعنوان يا دكتورة. احنا طبعا من احنا 12 طالب قسمنا في معنا 3 أبواب، قسمنا من 4 طلاب. تمام يا دكتورة لو سمحتي إذا هم الآن شبدوا ونحن المرة الثانية. ما افتهمنيش تمام قصدكم ايش فيه؟ من اللي علقنا البنات؟ ايش كان قصدهم؟ ما أنا افتهمنيش. يا دكتورة لو سمحتي لأن الوقت وقتنا هذه المجموعة أساس بيكونوا الأسبوع الواجي مش الأسبوع هذا. طيب دقيقة بقول لكم شيء، أنا اللي أشتي حسب طيب الوقت هذا اللي الآن احنا المفروض حددناه. أنه يتأخر يا أستاذة على أكثر من الساعة 5، الوقت طيب يتأخر. دقيقة دقيقة يا احنا على أساس إنه اللي كانوا الآن مشي حسب الوقت. بس احنا في المجموعة اللي اتأخذ الوقت طويل الآن ببدأ اللي كانوا من الساعة 3:30 وبعدين بمشي بعدين حسب الوقت الآن وصاعدا لو ما حدش كمل بالربع ساعة أنا بوقف. طيب يا أستاذة المجموعة على أساس مش الأسبوع هذا الأسبوع اللي بعده لا احنا لا قبلهم بالترتيب. لا لا، احنا طيب احنا الأسبوع هذا اتفقنا إن عندنا. كل المجموعات بنفس الأسبوع، لا ما عادش طيب يا حاجة أستاذة اسمها احنا أسبوع. قبلهم على أساس الترتيب احنا قبلهم. طيب لا يا الأسبوع عمر احنا من بنات الساعة 3. احنا يا أستاذ المجموعة كامل أولاد يقدروا ينتظروا لكن إحنا ما بنقدرش ننتظر أكثر من الوقت يعني على 5 ما بنقدرش نناقش أكثر من الساعة 5 ما بنقدرش. يا دكتورة هي قصدها يعني انه بيروحوا لأنهم مجتمعين بغير بيتهم، فهم ليك؟ أيوة طيب يا أستاذة يعني طيب إحنا طيب ما طيب طيب بنقدرش على الساعة 5 نبدأ. طيب يا عمر معلش خليني مشي البنات لأنه أنتم لو تأخرتم شوية ما في شيء مشكلة، خليني أبدأ معاهم وأنتم ترجعوا تكملوا بعدهم تمام؟ طيب يا دكتورة لو سمحت ربع ساعة بس. طيب بس نفس البنات ربع ساعة معاكم بس ما لم بعد ربع ساعة من الآن 4:30 5 إلا ربع بتوقفوا الكلام بدوا ها. اوكي طيب تمام يا ايمن تمام. طيب طيب يا عمر ابدأوا بسرعة ها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عبد الله عبد محمد طيب يا عبد الله ابدأ. بشير السكرين. يا استاذه اذا نحن بالمجموعه اللي بعد هذه ما عادش نقدر نتحمل لانه خلاص. طيب اختيار النظام، احنا اخترنا النظام لحظة قيمة. طيب النظام اللي احنا قمنا به عبارة عن نظام إدارة الصيدليات. سبب اختيار الفكرة انه في صيدلية ناشئة في برباشة، صيدلية الطيار، عاد فتح جديد. تمام، ما فيش عنده نظام قائم، عاد بادئ. تمام، فإحنا اتخذنا الفرصة إنه نعمل له النظام اللي يسهل له عملية المبيعات والمشتريات والحسابات. تمام، النظام هو معقد نوعا ما وكبير شوية، لأنه يغطي نظام إدارة المنتجات ونظام الأستاذ العام ونظام المشتريات والمبيعات، بالإضافة إلى المستخدمين وبياناتهم والبيانات بيانات المستخدمين. تمام، مكونات النظام هو الانفنتوري سيستم. انفنتوري سيستم اللي هو يهتم بالمشتريات والمشتريات ومع المنتجات المخزنة في النظام.
فتصنيفاتها وكافة العمليات اللي ممكن إحنا نصنف المنتجات إلى أصناف وأنواع. على سبيل المثال، في منتجات خاصة للبيع وفي منتجات اللي هي أصول، تمام؟ فالإنفنتوري سيستم يهتم بهذا الجانب. الجنرال ليدجر سيستم اللي هو نظام الحسابات أو الأستاذ العام اللي يقوم بعملية إجراء القيود للفواتير، فواتير المشتريات، فواتير المبيعات، وكذلك المرتجعات، وأيضا يقوم بالقيود اليومية. القيود اليومية منفصلة عن فواتير المشتريات، تمام؟ بما في ذلك، أنا مثلا ممكن إنه ما اشتريت بالفواتير، اشتريت بفاتورة لكن مش متعلقة بالمشتريات أو المبيعات،